النبي عليه الصلاة والسلام قضى الكتاب والشروط رأيناها، فإنه قال للصحابة رضي الله عنهم: قوموا فانحروا هديكم واحلقوا، قوموا فانحروا هديكم ثم احلقوا احلقوا. كررها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات ويقول للصحابة: قوموا انحروا الهدي واحلقوا، ولم يستجب واحد من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ نحن رأينا في الحديبية من كلام عروة بن مسعود الثقفي عندما كان يصف حال الصحابة لقريش أن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن ينظر كان الصحابة ينفذون ما يفهمون من نظرة عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا ابتدرهم بأمر فإنهم قال لهم أمرا يسارعون ويتنافسون في تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث إذن؟ وما الذي جرى أن النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات يكرر الأمر للصحابة أن قوموا فاذبحوا وأن احلقوا ولا واحد من الصحابة يستجيب؟ لماذا؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة كلاما، ففريق منهم قالوا ربما ظن الصحابة أن هذا من الرخص لهم، يسألت أنه النحر والحلق قبل أن يصلوا إلى الحرم هذا أمر جديد عليهم، فظنوا أن ذلك من الرخصة لهم وسيبقى النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه وعلى حاله صلى الله عليه وسلم، فظن الصحابة ذلك. وهذا تكرر في الحقيقة مع الصحابة ومع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرخص للصحابة وكان هو يأخذ في بعض الأمور بالعزيمة صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم كمسألة الوصل في الصيام أو في غير ذلك. فغلب على ظن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخفف عنهم فأمرهم بذلك وهو سيأخذ بالعزيمة لأنه لم يفعل ذلك، فرأوه هو لا يذبح صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا لا يبدأون إلا أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدمون بين يديه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذبح ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلق وهم مأمورون ألا يقدموا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فتوقفوا. وأنا يعني أنظر إلى ذلك على أنه ربما يكون هذا هو الوجه الذي نخرج عليه هذه المسألة، أنه كيف لا يستجيب الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أرجح هذا المعنى أو هذا التخريج أن الصحابة ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ييسر عليهم الأمر وهو لم يفعل، فأرادوا أن يقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام. ربما هذا، وربما من شدة ذهولهم وحزنهم على ما حدث من الشروط التي رأوها مجحفة وظالمة، ربما من أجل ذلك أيضا أخذهم الذهول، والإنسان عندما يأخذه الذهول أو الحزن الشديد فهو قد لا يعي حتى المتعارف بين الناس، قد تكلمه ولا يسمع، وإن سمع قد لا يتحرك وقد لا يعي ماذا تقول. من الممكن أن يحدث ذلك لشديد الابتلاء الذي تعرض له صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة عندما جاء أبو جندل، ورأينا ذلك وطرحناه في الأسبوع السابق. أيا ما كان،